الكرام كل أنحاء الجمهورية، كل سنة وأنتم طيبين. إحنا بنحذر وبننبه عن خطورة فيروس كورونا، وقانا الله شر خطورته. لازم التباعد والكمامة، دول أهم حاجة دلوقتي، والاختلاط الزيادة والأعداد الكبيرة. أنا بحذركم وبناشدكم أنكم حضراتكم تاخدوا كل الاحتياط والتدابير اللازمة للوقاية من هذا المرض. وكذلك بوجه النداء لكل زمايلي هنا في المجلس باتخاذ كافة الاحتياطات نظرا للظروف الراهنة، وربنا يكرم البلد بإذن الله ويقينا شر هذا الفيروس اللعين.